البداية ذكرتني براجدي انضربت فيه بسنة 2000، مو من واحد من أصدقائي اللي موجودين هاي بالمدرسة. وقتها كان عمري 12 سنة. لا، كنا رايحين مشاية الإمام الحسين عليه السلام، كلقانا بالقنطرة واحد عمره 50 سنة. قال ايش عندكم رايحين؟ أنا صراحة طفل خفت منه، بس حكيت الحقيقة، قلت رايحين مشي. قال أنت مو طالب؟ كي أخذت الراجدي وقال لي أرجع للبيت، أنا راح أحكي لكم المشهد زيارة الأربعين شلون كانوا البعثية. أنا أقول لك أكو مفارز ثابتة مفارز متحركة. الثابتة تشوف بعثية بزيهم الزيتوني واقفين بالقناطر والطرق الميسمية وبعض الطرق الرئيسية، والمفارز المتحركة وين؟ صاعدين بيكابات. وين رايحين؟ على طول الطرق، كل الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، من بغداد، من بابل، ومن النجف الأشرف، هذه الطرق الرئيسية. بس والله كانوا خايفين من الناس اللي تمشي، رغم الناس اللي تمشي شعدهم، لو جنطة بيها خبزات، لو علاقة بيها مية وشوية أكل، بس هذه ما كان عندهم شيء. فهذا المشهد كان والإنذار جيم والواجبات الأمنية البعثية من اللحظة الأولى لانطلاق الزوار باتجاه كربلاء المقدسة.